بقى بارك للاهلاويه على انتصار امبارح. موقف صعب عشناه كتير قوي، موقف الحقيقه واحنا بنشوفه وبنتابعه واعصابنا مشدوده واحساسنا يمكن احاسيس كتيره متناقضه في نفس الوقت. افتكرنا الموقف ده قد ايه عشناه وقد ايه اتكرر علينا. ثقتنا في لعبتنا كانت كبيره جدا، والحمد لله الحمد لله كانوا قد الثقه دي. خدوا بال حضراتكم، الفرقه اللي كانت بتلعب امبارح دي بتلعب ناقصه خمس عناصر مؤثرة في الفترة الأخيرة. بكلمكم على الشناوي أساسي، بكلمكم على أكرم أساسي، بكلمكم على حمدي فتحي أساسي، بكلمكم على طاهر محمد طاهر أساسي، بكلمكم كمان على صلاح محسن اللي كان حاسم وفاصل في كتير من المناسبات. الخمسة كانوا غايبين على الفرقة، بتكلم على نص فرقة. الفرقة اللي بتلعب قدام حضراتكم من امبارح دي فرقة لا تعرف معنى الراحة. كل مريح، كل مأجز، الكل بيعيد، والولاد الرجاله الحقيقه بيتدربوا وبيخشوا من مباراه لمباراه، والحقيقه يمكن مقدمين صحيح ممكن نقول ماتش بنك الاهلي كان كبوه، لكن مقدمين او محافظين على مستوياتهم. كمان خليني اقول لحضراتكم ان الفرقه اللي كانت بتلعب امبارح دي عندها غصب عنها حاله تشبع من البطولات والالقاب، يعني فرقه بتاخد بطوله ورا بطوله ورا بطوله، خمس ست القاب في خلال 8 شهور كتير على لعيب الكوره اللي دايما عايز يخلق الحافز والدافع. الاهم هم العشر دقائق الاخيره في المباراه اللي ظهرت فيهم روح الفانيلا الحمر، حاله التركيز وحاله الاصرار والمجهود الكبير جدا اللي بيتبذل لغايه اخر ثانيه في المباراه. لو حافظنا عليهم في بقيه مشوار الدوري ان شاء الله باذن الله ما عنديش شك انه الاهلي قادر على تتويج بلقب بطوله الدوري، والولاد الحقيقه كانوا رجاله. هو السؤال، بس السؤال، ليه بنستنى لما بنتزنق؟ ليه بنستنى لما ظهرنا بيكون للحيطة؟ كان ممكن جدا الأداء ده نبتدي من البداية، وأتمنى إن شاء الله إنه الشرارة اللي طلعت في آخر 10 دقايق في مباراة الإنتاج إمبارح تبقى مستمرة على مدار ال 90 دقيقة في المباريات اللي جاية. خليني أقول لحضراتكم كمان إنه ده ينطبق كمان على منتخب مصر الأولمبي، يعني مش ممكن أعدي بداية الحلقة النهاردة من غير ما أتكلم